نعم وبعدها اختصيت في الاغنيه الراويه. وعلاش غيرت من البوب الراي للراي؟ وش الميزه اللي مختلفه بين البوب الراي والراي؟ انا شخصيا ما نعرفهاش. فهمني. البوب الراي يكون يتخدم غربي يعني اوكسيدونتال. شغل لارونجمون فيه توش غربيه. غربيه اوكسيدونتال ويكون شويه ريتميك شويه. ريتميك. ريتميك. ماشي كل شيء يكون ريتميك يعني كاين اغاني اللي هما بوب راي. شغل حسي شويه ريغيتون؟ كاين انا كنت نخدم بزاف ريغيتون وحتى البوب اللي هو البوب يكون ريتم بوب والموسيقى تكون اوكسيدونتال والكلام يكون ومن بعد ديسيديت سي بون. كيفاش جاتك الفكره؟ ريحت مع روحك زايد قلت سي بون راي؟ عشان انا ديجا انا نعشق الراي. تعشق الراي. انا الراي. ويموت على حسني. بديت بالراي. انا ماذا بيا شكون لي شونتير الجيريان تاع الراي اللي تانسبيريت منهم وكيما يقولوا حبوك في هذه الاغنيه؟ حسني الله يرحمه. حسني ربي يرحمه. ربي يرحمه. حسني هو اللي اول واحد. انا مادام راه يهضر على حسني راني باغي ما يكملش الهضره بلا ما يعطينا حاجه تاع حسني. دابا نعطيها لكم.